فشل؟ ايه الـ الـ ايه هو التحدي اللي بيعجز الدول؟ انا بقول يمكن الدول المتقدمه ما تاخدش بالها قوي من الكلام دوت، لكن انا بقوله عشان اسجله هنا. ولما انا قلت ان الاستقرار والامن حق من حقوق الانسان، كتير من الناس ما استوعبتش الكلمه وقالوا يعني ازاي يعني. قلت لهم لان انا النهارده اللي انتوا بتتكلموا عنه في كتير من دولنا الافريقيه وحتى بما فيهم مصر، لو ما فيش استقرار وامن في البلاد، ما حدش ابدا من الشركات ديت هيبقى مستعد يعمل استثمار، يجي يعمل استثمار، يعمل شركه في بلد والاستثمارات دي تدمر او تخرب. ده كلام مش هيحصل، مش هتتعمل بنيه اساسيه للبلاد ديت من اصله، وهتفضل البلاد تخش في دايره من الازمات اللي هي تنتهي، والشعوب تفضل تعاني من ذلك. فانا بقول اول خطوه بقولها لكل من بيسمعني، اول خطوه في بناء التنميه الحقيقيه هو الاستقرار والامن. ان عدم، فرص النجاح بتبقى يعني محدوده جدا.